أهلاً، تعرف أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمعات؟ تعرف تأثيره على الناس وشلون يخليهم مترابطين؟ تعرف أثره على الأفراد اللي يتعاملون بالعمل التطوعي؟ تابع حلقتنا عشان نشرح لك أهمية العمل التطوعي. كلنا لازم نخدم مجتمعنا ولازم نساعد بالعمل التطوعي. العمل التطوعي جميل جدا ويساعد وايد ناس ويحسن حالتهم إلى الأفضل. لما الإنسان يحس إنه هو ما عنده أحد يساعده ويلاقي ناس يتطوعون إنه هم يساعدونه في مؤسسات الدولة المختلفة، أكيد رح يكون له أثر إنساني كبير على كل هذيل الأفراد وعلى المجتمع. الحين كل الأمم وكل البلدان قاعدين يركزون على العمل التطوعي وعلى أهميته، لأن العمل التطوعي فعلياً يغير من قيم المجتمع إلى الأفضل، يخلي هذا المجتمع متطور ويصير فيه تماسك وحب بينه وبين كافة طبقات المجتمع. عندنا في ناس مثلاً بعد التقاعد يلاقون أن عندهم وقت فراغ كبير وودهم أن هم يستثمرون بشيء حلو، بس ما يدرون يستثمرون بأي مجال. دائماً أنا أنصحهم أقول أن جربوا العمل التطوعي. جربنا العمل التطوعي بوايد مجالات وسووا عليه أبحاث كثيرة على أهميته بالمجتمع وعلى تأثيره على كل الناس اللي دار مدارنا. لقينا إحنا بعد الغزو كان أثر كبير للتطوع في إعادة بناء دولتي الحبيبة الكويت. ساعدنا وايد ناس، ساعدوا أهالي الأسرة، ساعدوا في بناء الكويت مرة ثانية، ساعدوا في نظافة الكويت مرة ثانية، وهذا خلى المجتمع يحس إن كل شخص عنده دور وكل شخص يقدر يعبر عن حبه حق بلده عن طريق تطوع. طبعا التطوع درجات وأنواع مختلفة، ولازم كل إنسان لمن يبي يبتدي بالتطوع يعرف شنو التطوع اللي هو يناسبه. يعني في ناس مثلا يتطوعون حق المستشفيات، الأطفال أو الكبار السن اللي عندهم أمراض لا سمح الله يعني مزمنة، أو حتى أمراض يعني يستصعب شفائها ويدرون أن هذيل الأشخاص بعد فترة قصيرة راح يتوفون. فهذيل الناس اللي يقومون بهذا النوع من التطوع حق الناس اللي فيهم الترمينال إلنس والأمراض اللي هي يعني خلاص اللي خلينا نقول يعني نهائية وراح يكون يعني مستعصية أن هم يطيبون منها، لازم هذيل الأفراد يكون شخصيتهم قوية، يتحملون أن يمكن هذا الطفل اللي هم اليوم وكلوه ولعبوا معاه وضحكوا معاه يمكن بكرة يروحون ما يلاقونه موجود، يمكن هذا الشخص يتوفى، والشخص اللي ما يكون عنده قوة بشخصيته راح يكون وايد تعبان وشخصيته راح يعني نفسيته راح تتعب وايد وراح ينهار، لأنه راح يحس أنه أنا ارتبطت مع هذا الطفل، أنا كنت كل يوم أي ألعب معاه وأدير بالي عليه والحين هو مو موجود. ونفس الشيء بالنسبة حق رعاية كبار السن، لازم أنا أقول أنت أعرف شخصيتك، إذا أنت عندك مرونة نفسية وإذا أنت عندك قوة وتقدر تتعامل مع كبار السن اللي فيهم الأمراض هذه المزمنة وعندك يعني السلاسة والمرونة النفسية والقوة أن أنت تتحمل لو بعد يومين ثلاثة واحد منهم راح ينتقل إلى ربه وأنت راح يكون عندك أنه أوكي أنا متقبل وأنا كنت أدري، أوكي أنت تقدر تكون في هذه الجزئية اللي هي رعاية المرضى. في ناس يقولون إحنا والله ما نتحمل، إحنا ودنا نقوم بالعمل التطوعي بس ما نتحمل أن إحنا نشوف هذه يعني الصدمات النفسية القوية كل يوم، أن أروح ثاني يوم وألاقي الأشخاص اللي تعلمت عليهم ودرت بالي عليهم مو موجودين. فهذيل الناس أقول له أوكي مدام أنت عرفت أن أنت شخصيتك لا تتناسب مع العمل التطوعي في المستشفيات، تقدر تتطوع في مجالات أخرى مثل عندنا الهلال الأحمر وغيره واللجان كثيرة يتطوعون مثلا يوزعون الأكل. في فترة كورونا شفنا في جائحة كورونا كانوا ناس وايد تطوعوا في أن هم يوزعون وجبات
الوجبات الغذائية حق عمال النظافة، حق اللي يشتغلون بالمستشفيات، حق اللي يساعدون في يعني أشياء كثيرة خلال هذه الجائحة، حتى حق الشرطة اللي قاموا بدور وايد كبير خلال أزمة كورونا. كنا نلاقي إن الناس يمرون عليهم ويشوفونهم وهم واقفين في وقت الحظر وكذي، يبول لهم شاي من بيوتهم، يبول لهم قهوة ويبول لهم ماي، تقديرا منهم حق دورهم الكبير في هذه الأزمة. فلقينا إن صار في تعاون حلو، إن صار في محبة بين الناس، والناس حست إن أوكي أنا لو دور بسيط إني والله قدمت ماي أو قدمت وجبة غذائية حق شخص محتاجها بسبة ضغوطات عمله ما عنده وقت إنه هو يعني ينتبه حق غذائه أو حق الماي أو حق غيره، هذا إني أنا ساهمت بس بدون ما أتعرض حق الصدمات النفسية اللي أنا ما أقدر عليها. وفي أعمال تطوعية وايد مختلفة، والحين صاروا يشجعون الطلبة من الثانوي إن هم يبتدون بالعمل التطوعي، ويراونهم مجالات كثيرة ويخلونهم يختارون ويقولونهم يلا خدمة المجتمع. أنت كطالب بقوتك وبنشاطك وبشبابك شنو تقدر تخدم المجتمع لو مثلا كل أسبوع حق مدة 4 ساعات؟ هذا كان موجود بالدول الغربية من زمان، والحين الحمد لله انتهجناه كنهج جديد في دولنا العربية، وصار العمل التطوعي له قيمة وايد كبيرة. والحين حتى مشاريع التخرج حق أغلب الطلبة يقولون لهم لازم يكون عندكم عمل تطوعي، ولازم يكون عندكم مشاركة ببعض الأعمال اللي تساعد عندكم حق الوظيفة فيما بعد التخرج. فلازم احنا كلنا نحاول ان نتطوع حق بلدنا، ونحاول ان نختار العمل التطوعي اللي يناسبنا. وانا اشوف وايد ناس مثلا ابتدوا في فترة التقاعد وعندهم طاقة، وبعدهم بعز شبابهم، لأن احنا هني يتقاعدون من عمر الخمسينات، في الدول الأوروبية يتقاعدون بالسبعين وبالثمانين وأكبر، فيظلون هم عندهم القدرة وعندهم النضج وعندهم معلومات وايد كبيرة يقدرون يشاركون فيها بالمجتمع. فتلاقي وايد ناس مثلا يروحون المكتبات ويساعدون الناس هناك، يقولون لهم شنو الأشياء المهمة والأشياء اللي ممكن يقرونها بناء على ثقافتهم. في ناس يتطوعون بمجالات ثانية مختلفة. فإذا أنت الحين قاعد تتابعنا وعندك طاقة وعندك قوة وقاعد بالبيت وتقول أنا والله يعني ما أدري شو أسوي، عندي وقت فراغ كبير من كثر ما أنا يعني متملل ماني عارف شو أسوي، أنصحك من خلال حلقتنا اليوم أن أنت تلتحق بالعمل التطوعي. راجع شخصيتك وشوف شنو يناسب شخصيتك. إذا تقدر على أشياء صعبة روح المستشفيات، ترى يحبون أن أحد يساعدهم، ويحبون الناس لما يشوفون اللي فيهم الأمراض المزمنة أن ناس جايينهم جايبين لهم وجبة غذائية، جايبين لهم حتى الأطفال مثلا لعبة يفرحونهم فيها، راح يكون لها أثر طيب، وراح يكون لها أجر كبير حقك، وأنت راح تحس أن أنت طلعت من وقت الفراغ اللي أنت قاعد تتعرض له الحين. وأثبتت الدراسات أن كثير من الناس اللي يعانون من الاكتئاب ويحسون بالوحدة لمن يروحون ويساعدون الآخرين ويعطونهم الحب والحنان والأمان اللي هم مفتقدينه، فعليا هم يتحسنون، لأن يحسون أن إحنا ساعدنا الآخرين وانعكس علينا هذا العطاء بالأحسن، وحسينا إحنا بقيمة العطاء وقيمة الحب بعيون الأشخاص اللي إحنا قاعد نساعدهم. فمن كذي نعرف أن هذا قيمة وايد عالية، والتطوع عمل وايد جميل وراح يرجع لكم، وراح يكون له أثر جميل على كل اللي تطوعته وساعدتهم. في نهاية حلقتنا عرفنا أهمية العمل التطوعي والتطوع في المجتمعات. عشان كذي كل شخص قاعد يتابعنا اليوم إذا عنده وقت من الفراغ حاول تتطوع وتكون عنصر فعال في المجتمع.